فنانة شاعرة مطربة شادية حامد بنت فلسطين. طبعا هاي مش ضيافتي الأولى للمغرب، البلد العربي اللي بحبه كثير. سبق واشتركت في مهرجان الأغنية العربية بدار البيضاء في السنة الماضية، وقد حمل عنوان كلنا فلسطينيون. اشتركت كمطربة، ثم حلفني الحظ واشتركت أيضا في الدار البيضاء هذه السنة في مهرجان الشعر الدولي للزجل، وحصلت على لقب عشبة فلسطين. لكن هذه أول زيارة لي للناظور، وسبب الزيارة طبعا المهرجان الرائع، مهرجان المتوسطي، والذي صادف دورته الأولى هنا. الحقيقة أنا متفاجئة للإيجابية، لقد أعجبتني البلد جدا بروعة أناسها وحفاوتهم وملقاهم الجميل، وقد لفت نظري التنسيق الجميل في هذا المهرجان. طبعا فتمت دعوتي من قبل لجنة الفنانين التشكيليين التي اشتركت في المهرجان. وكما هو معلوم أن شعار المهرجان لهذه السنة هو النضور في لقاء مع العالم، وقد كان لي الشرف فعلا أن أشترك يعني مندوبة فلسطينية قادمة إلى النضور. المهرجان كان جميل جدا واستمر على مدار 14 يوم، شمل عدة فعاليات، وهذا ما يميزه عن باقي المهرجانات أنه غطى مساحة كبيرة من الثقافة والأدب والرياضة والمسرح والسينما، فكان جميل جدا. يعني حتى نحن الشعراء قد تمت دعوتنا وقد أقيمت لنا أمسيات شعرية جميلة. الحقيقة والله أنا يعني يشرفني وأهنئ نفسي بالاشتراك في هذه التظاهرة الثقافية الجميلة، ويعني بهذه الفرصة يا ريت الناس تعرف قديش بذلت جهود جميلة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الجميلة، مهرجان المتوسط بالنظور. يعني يعطيهن ألف صحة وألف سلامة وألف شكر لكل من قام على هذا العمل وحاول إنجاحه، ابتداء من عامل صاحب الجلالة السيد العاقل وجمعية الإقليمية لمهرجان المتوسط. الحقيقة قاموا بجهود جميلة جدا، وبرغم أن هذه الطبعة الأولى لمهرجان المتوسط إلا أنها في الحقيقة كانت رائعة رغم كل ما حملته من ربما صعوبات أو عقبات، ولكن هذا موجود في كل عمل، وهذا ما يعطي العمل نكهته، وهذا ما يعطي العمل يعني انطلاقة للمرة القادمة. فيعطيهم ألف ألف صحة وألف ألف شكر.